بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد رئيس الحكومة المحترم. دائما وأبدا سعداء بلقياك، كوننا نعتبر حضورك للمساءلة الشهرية فرصة لتسليط الضوء على بعض القضايا الحارقة وفي وقتها ومن خلالها تنوير الرأي العام. طبعا ما غاديش نعاود نرجع لمضمون نقاط النظام اللي تقدموا بها السادة الرؤساء حول غيابكم على الجلسات الشهرية. نحن نتفهم ثقل الالتزامات ديالكم سيد رئيس الحكومة، لكن إلى رجعتي المادة 272 كما نبه السادة الرؤساء من النظام الداخلي، يعني الحضور ديالكم راه ماشي لابد يكون نهار الاثنين، يمكن لينا نبرمجوا الجلسة حتى يوم السبت أو يوم الأحد، ليس هناك ما يمنع. إلى بغيتي رأيي برمجة المساءلة الشهرية ربما في نهاية الأسبوع غادي تعطي أيضا جاذبية للبرلمان وفرصة للمواطنين يتبعوا النقاش ديالنا أكثر، ويمكن لكم تفكروا في هذا المقترح. لكن قبل الخوض في ملف التعليم إذا سمحتوا سيد رئيس الحكومة، لابد من وقفة عند صاحبته في الوزارة اللي هي الرياضة، التي أصرت حكومتكم الموقرة إلا أن تعقد القران بينهما في زواج ضد الطبيعة. كما تتبع جميع المغاربة تبعوا فريقهم الوطني، خسرنا مباراة في مسار، وكم هي حسرتنا الجماعية كمغاربة لأن الحلم كان أكبر من الواقع، وشهية قطر جعلت كأس إفريقيا مطمحا وهدفا ضاع بضياع الأهداف. هي ليست إلا عثرة في مسار ناجح، مسار عنوانه رؤية ملكية حكيمة جسدتها الجامعة والرقراقي وكتيبته، عثرة نمتلك الجرأة للقفز عنها لأنها تحمل أفكار كبرى لن تعرقلها عقول صغيرة لا تستوعب الأفكار الكبرى. فعلا تحسر المغاربة ولا رد فعل للحكومة لمخاطبة وجدانهم المكلوم، فبالأحرى في تعليمهم المغموم. نقاشنا اليوم حول التعليم والأزمة المرتبطة به هو موضوع مبدئيا، أقول مبدئيا سيد رئيس الحكومة، كان بإمكان وزيركم في التعليم واللي جا القبة ديال البرلمان هذه واحد جوج ديال الأسابيع، كان بإمكانه أن يعفينا من النقاش ديال اليوم، ولكنه خرج كما دخل عابر سبيل وليس وزير لا جديد ولا رأي سديد ولا في جعبته ما يفيد. وأنا سيد الوزير كنت سأل، كان على رأس لجنة نموذج التنموي الجديد وعقد معنا كأحزاب اجتماعات عدة، أبهرنا بشروحاته النظرية وخطاباته المنومة فيما يخص التعليم والمتعين على رئاسة على رأس القطاع، قلنا ربما ستكون له قيمة مضافة. وعوض أن ينجح في صناعة الإصلاح تفوق في صناعة الاحتقان، شلل المدرسة أعطال التلميذ والأستاذ خلق العائلة واستنفار المنظومة الأمنية والتي لها كلفة مالية، دون الحديث عن الكلفة النفسية لآباء وأولياء التلاميذ. ناهيك عن تعميق أزمة الثقة في المدرسة العمومية كما تفضلتم سيد رئيس. لو سمحتوا سيد رئيس، بغيت نرجع معكم واحد شوية إلى الوراء. قدمتوا كتحالف حكومي ما سميتموه برنامج حكومي ووصفتموه بالطموح، لتبينوا في السنة الأولى من عرضه على البرلمان أنه غير قابل للتطبيق. لماذا؟ كل نهاية سنة توضح الأرقام والمؤشرات أن برنامجكم شارد عن واقع المغاربة. لماذا؟ لأنه غير مبني على دراسات سوسيو اقتصادية ناجعة، فقط إعلان نوايا في غياب تحديد التمويل، مصادر التمويل وأجال التنزيل والتنفيذ. الرقم الوحيد اللي عرف ارتفاع مهم في هذه الحكومة ديالكم هي نفقات الاستثمار، واللي تحول من 106 إلى 118 مليار ديال الدرهم، أي بزيادة بلغات 11.5%. الغريب أن جدوى وأثر هذا الاستثمار ما قدرش يحرك لنا معدل النمو اللي أصبح جامد وفي منحة تنازلي. لماذا؟ لأنه استثمار غير منتج وغير موجه لخلق مناصب الشغل. لماذا؟ لأنه اختزل في مستوى واحد وهو مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية. تقدمتوا برنامجكم الحكومي بعشرة ديال الوعود، غادي نرجع لها في مناسبة قادمة، غادي نكسر في اللحظة لأن الوقت ما كيسمحش، فقط بوعد واحد اللي كيخص التعليم، الوعد المتعلق بتأهيل وتطوير المنظومة التربوية بما في ذلك تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا فيما يخص التعليم. النتيجة صادمة، تراجع المغرب بتسع درجات حسب تقرير لوسيديو الذي أجري السنة الماضية، وحسب تقرير مؤسسة وطنية اللي هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المنظومة التربوية في المغرب. انتبهوا معايا، الخبر مرعب ومزلزل. من أصل 80 دولة، المغرب يحتل سنة 22 الرتبة 71 في الرياضيات والرتبة 79 في القراءة، أي الرتبة ما قبل الأخيرة. وأترك لكم التعليق، منذ الاستقلال عرفت بلادنا حوالي 15 مشروع إصلاحي في ظل تعاقب أكثر من 30 وزير على تدبير القطاع. هذا دور الحديث عن تغيير الهيكلة في كل تعديل حكومي، كما درنا دابا الرياضة والتعليم، فلا هذا ولا ذاك.
واليوم في ظل حكومتكم نسجل بأسف شديد وحسرة حارقة إصرار الحكومة على مواصلة هذا المسار المطبوع بإصلاح الإصلاح وتشخيص التشخيص رغم اعتماد بلادنا للرؤية الاستراتيجية وقانون إطار للتربية وتكوين البحث العلمي اللي حظى تحت إشراف جلالة الملك بإجماع مختلف المكونات السياسية بما فيها الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي ديالكم. وعوض أنكم تواصلوا التنزيل ديالو نتفاجأ بتنكركم لهذا الورش الاستراتيجي، بل أنكم أقبرتموه، ولا كيفاش غتفسروا المغاربة فتح مشاورات جديدة حول المدرسة المغربية وإطلاق مناظرات جهوية أخرى؟ كاع هاد المشاورات وهاد المناظرات عباد الله ما كفاتش، واش في هاد البلاد غادي ندوزوا حياتنا كلها كنتشاوروا وكنتناظروا وكنضيعوا أموال خزينة الدولة للمساهمة في هدر الزمن السياسي والتنموي وفي تعطيل مستقبل أولادنا اللي هو مستقبل بلادنا أيضا؟ ما عنديش خلاصة أخرى، لكن الإصلاح الحقيقي أظن جازما السيد رئيس الحكومة واسمح لي هو إصلاح عقلية السياسي. أقسم بالله إلا هي الحاجة اللي عوجة، وإلا بدينا بها غادي يبان لنا المسلك للإصلاح الحقيقي. سؤال، واش الحكومة الموقرة كتبع الخطب الملكية؟ سيدنا قال بالحرف، من غير المعقول أن تأتي حكومة جديدة بمخطط جديد متجاهلة للبرامج السابقة. لذلك فإنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض وأن لا يخضع تدبيره للمزايدات والصراعات السياسية. ما يقع اليوم هو ضد المنطوق الملكي. طبعا غادي تقولوا لنا لا، فقد جاوبونا ما هي الخطوات العملية لاستكمال هذه المرجعية القانونية الملزمة؟ بمعنى آخر أعطونا الأجندة الحكومية المسطرة لتفعيل هذا القانون الاستراتيجي الغير مسبوق في تاريخ التعليم ببلادنا، والدليل أنكم كلكم صوتوا عليه. الواقع الصادح سيد رئيس الحكومة هو أنكم لم تباشروا عمق الإصلاح بعد في التعليم. الدليل هو اليوم عوض باش يكون حديثنا اليوم عن جودة البرامج والمناهج والكفايات والسياسات اللغوية والاستمرار في التميز كما هو شعار وزيركم، ولينا أيدينا على قلوبنا وأنفاسنا مشدودة خوفا من سنة بيضاء بعدما ضاع الأسدس الأول وغمره البياض. ما وصلنا إليه اليوم هو نتاج مقاربة غير موفقة، تهريب نقاش وراء أبواب مغلقة، وهدر أزيد من سنتين في صناعة خريطة جديدة للطريق. أين الضرر لو عرض وزيركم مشروع النظام الأساسي على المجلس الأعلى للتربية والتكوين؟ لاش صالح هذا المجلس؟ لاش صالح هذه المؤسسات لإبداء الرأي؟ وعلى الأحزاب وجمعيات أباء وأولياء التلاميذ وقبلهم جميعا على المهنيين والعاملين في القطاع؟ ما الضرر لو كان هذا الإصلاح الإداري والمهني اللي هو فاتحة الإصلاحات ومدخلها الأساسي محط حوار وطني؟ لماذا تصر الحكومة على الاستقواء بالمنطق الانتخابي العددي العابر في قضايا مجتمعية لا يمكن إخضاعها لمنطق القسمة أو الطلع؟ نظام أساسي تم تقديمه على أنه ثورة إصلاحية لا مثيل لها في مسار المنظومة، وإذا به فعلا يحظى بإجماع على رفضه والتبرؤ منه حتى من قبل ما كنتم تتفاوضون معهم ووقعوا معكم. وفي غياب تشاور حقيقي مع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين خرج وزيركم بنظام أساسي يستند في تقديمه ومرجعياته إلى 18 سند قانوني وتنظيمي، لكنه يعتمد الانتقاء في المضامين وفق ما يناسب تصور الحكومة للمنظومة. مراكز سند المرسوم 1963 في ترقي بعض الفئات، مرة يعتمد مرسوم 2005، وترى يستند إلى مرسوم 1973 في سلاليم الأجور. نظام أساسي بدل أنه يوحد المسارات والهيئات في الحقوق والتحفيزات لم ينصف الأساتذة اللي هما جوهر المنظومة وخلق لنا تمايز بين الفئات والهيئات. لهذا كان عندكم الحق فاش سميتوه نظام أساسي موحد وليس نظام واحد. شفتوا سيد رئيس الحكومة بذور الاحتقان كيفاش كتزرع؟ المضحك والمبكي في آن أن وزيركم حصر الترقي خارج السلم فقط للمقبلين على التقاعد. وهنا عاد فهمنا دواعي تسقيف السن في التوظيف في 30 سنة، هذا يفسر ذاك. وفي سابقة غير مألوفة في باقي الأنظمة الأساسية خصص هذا النظام الأساسي باب كامل للعقوبات المشددة دون تحديد دافع ومبرر كل عقوبة، بل ودون الاستناد حتى لمرجعية النظام الأساسي الوظيفة العمومية في مجال التأديب. خصصتم 20 مليار درهم لاستعادة السلم الاجتماعي بقطاع التعليم وفي إطار الهوامش المالية كما عودتنا الحكومة، وفي وقت طالبناكم بتأصيل هذه الاعتمادات بالقانون المالي الحالي. ما بغيتوش كون درتوها كون جنبتوا راسكم اليوم الإحراج. قلنا لكم زيدوا ديك 20,000 منصب اللي كانت عندكم في القانون المالي على 30,000 باش تولي 50,000 منصب شغل كمؤشر
لترسيم المتعاقدين وإبداء حسن النية بدل إخفائها في نفس القانون المالي في خانة الإعانات المقدمة للأكاديميات. واليوم طلع لنا مسؤول من عندكم كيقول لنا الحكومة قدمت زيادات غير مسبوقة. صحيح الحكومة دارت مجهود ولكن ليس وفق رؤية أو برنامج وإنما تحت الضغط ولي الذراع كما يقول عضو حكومي في حكومتكم، وهذا كيمس بهيبة ووقار المؤسسات. سؤال اليوم، متى ستنفذون هذه الزيادات الموعودة للأساتذة؟ والحل إلى بغينا نبعدوا على الترقية ونضمنوا ديمومة التمويل بدل الرجوع إلى الهوامش هو قانون مالي تعديلي يخلق مناصب مالية ويخرج الأساتذة من خندق المعدات والإعانات. للأسف كثرة العناوين وغياب المضامين توظيف الأستاذ اسميا وليس فعليا، بمعنى غيرتم النعت ولم يتغير المنعوت. خاص الحكومة في التزامات ديالها وتواصل الحوار وتنفذ ما جاء في محضر 26 دجنبر الماضي والقاضي بمنح تعويض للأساتذة كما تفضلوا بعض النواب قبلي الابتدائي والإعدادي بقيمة 500 درهم أو أكثر كما استفدوا زملائهم بالسلك الثانوي التأهيلي. في اجتماعكم مع النقابات وعدتم بتسوية ملف الموقوفين، مزيان، خطوة إيجابية لطي هذا الملف لأنه يشوش على المسار التفاوضي. أجدرتوا في هذا الملف إلى حدود الساعة الاقتطاعات وعدتوا في آخر اجتماع أنه سيتم استرجاعها في نهاية يناير 2024. الأساتذة لحدود الساعة ما توصلوش بفلوسهم اللي فاقت عند البعض 3000 درهم. الله يخليكم فاش تعطيو شي وعد سيد رئيس الحكومة، أعطي الأمر ديالك للناس ديالك الوزراء ديالك فاش يعطيو شي وعد يكونوا قدو، راه هذه الممارسات هي اللي كتخلي أزمة الثقة في المؤسسات وفي السياسي بالأخص. النظام الأساسي غيب التعليم الأولي اللي هو طبعا اسم من اسماء الوزاره، وسيدنا اكد على ضروره اعتبار مسلك من مسالك المنظومه التربيه والتكوين. لماذا غاب هذا القطاع التمهيدي والاساسي وغابت مع حقوق وواجبات الاساتذه العاملين به؟ وانتبهوا معايا، هذا وعد من الوعود العشره ديال برنامج الحكومه ديالكم، تعميم التدريس الاولي للاطفال في عمر 4 سنوات. فاي تعميم واي جوده واي تميز في الظروف المزريه القاهره للعاملين والعاملات بهذا القطاع؟ وزيركم عطى واحد الرقم ديال 76% هي نسبه مدرس وماشي 80 اللي تفضلتوا بها السيد رئيس الحكومه. مسار التلميذ راه ماشي فاش كنتحدثوا على التمدرس في هذا العمر هذا راه هو مسار ديال التلميذ، ماشي فقط غير التسجيل، راه كيتسجلوا الدراري وفي العالم القروي راه كاين الجفاف وكاين الاوضاع المزريه اللي كتوصل لهذا المدرسي تقريبا حتى 50%. شكرا السيد رئيس، انتهى الوقت.